يعتبر المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية الذي وافق مجلس الوزراء الموقر على إنشائه يعتبر نقلة هامة على صعيد التدريب الصحي في مملكة البحرين، بما يتماشى مع مساعي المملكة للارتقاء بالمنظومة الصحية بكافة أركانها. نعم، سيساهم إنشاء المجلس في تلبية احتياجات المملكة على صعيد التدريب الصحي خلال السنوات القادمة من خلال البرامج التدريبية في مختلف التخصصات الصحية، مع ضمان الالتزام بمعايير الاعتماد الوطنية والدولية الخاصة بالتدريب الصحي.